دلوقتي في العيد، هتبعتي لمين رساله واتس تعيدي عليه بالواتس وهتزوري مين؟ بصي انا هبعت لقرايبي عموما لان انا مغتربه وقاعده هنا بعيد عنهم، فهبعت لقرايبي كلهم ولما انزل بقى هزورهم برضو. انا هبعت لماما واقول لها ان كل سنه وانت طيبه وادعي لها واقول لها يعني كلام بمناسبه العيد وعايد عليها برضه، انا ماليش غير. هبعتها لصديقي فتحي لطفي. اول حاجه امي، وعايد ابعت لها رساله على الواتس وابعت لها كل سنه طيبه. بعيد على اصحابي وقرايبي وبعد كده ببعت لهم مثلا رساله على الفيسبوك وبعد كده بنزل. انت شايفه ان وسائل التواصل الاجتماعي قربت الناس من بعضها ولا بعدت الناس عن بعضها؟ وسائل التواصل الاجتماعي قربت الناس من بعضها. لا متهيألي بعدت الناس عن بعضها. بقى من السهل ان انا عايز ازور فلان فارن عليه اقول له عامل ايه كويس ازيك بس، اما ما فيش ان احنا نقعد مع بعض نضحك نهزر. لا طبعا قربت الناس من بعضها عشان في ناس بتبقى بعيد عن المسافه فبتقدر ان هي توصل بين الناس. بعاد طبعا طبيعي، يعني كله بقى بيكسل، كله بقى بيسال مسج واتساب مثلا او يكلمه عن طريق فيسبوك وخلاص، ما بقاش في حد بيروح لحد زي زمان او بيسال على حد يعني. بصي هو ليه مميزات وليه عيوب. المميزات ان انا بدخل اطمن عليهم وكل حاجه، وليه عيوب ان هو يعني ما بقناش نحتك نفضل مع بعض زي الاول ونفضل قريبين من بعض، لا بقينا بعيد عن بعض. انت شايف ان هي قطعت صله الارحام ما بين القرايب كتير؟ بقى برضو من السهل ان انا هرن على خالتي، ارن على عمتي اهلا ازيكم عاملين ايه كل سنه وانتم طيبين، وكان الله بالسر عليه.